بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقاتنا ودروسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب المواقيت، إذ قال رحمه الله تعالى: وفي البخاري عن عائشة: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم؟ قال: ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. كما هو معلوم، وقت العشاء يبدأ بمغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، وتأخيرها إلى آخر وقتها أفضل، إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل تأخيرها أفضل، إلا أنه إذا كان يصلي مع جماعة وهم يصلونها في أول وقتها فإنه يصليها معهم لئلا تفوته الجماعة، يصليها معهم. ولو صلوها في أول وقتها إذا كانوا يحتاجون إلى النوم وإلى الراحة، والدين جاء برفع الحرج ولله الحمد، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فيصلي مع الجماعة. صلاته مع الجماعة أفضل من تأخيرها إلى ثلث الليل أو إلى آخر الليل. نعم. وعن عائشة قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا البيان للناس، بيان وقت الأفضل، بيان الوقت الأفضل لصلاة العشاء، وأنه إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، هذا هو الأفضل. ولكن لما كان ذلك يشق على الناس أو يشق على الشخص، فإنه يصليها في أول وقتها رفقا به، أو يصليها مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة، وتأخيرها إلى آخر وقتها هذا فضيلة، والواجب يقدم على الأفضل الحمد لله. ويصلي مع المسلمين، صلوا في أول الوقت أو صلوا في وسطه أو صلوا في آخره، يصلي مع الجماعة ولا ينفرد عنهم. نعم. وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق بأصحابه ويصلي الصلاة في أول وقتها من أجل الرفق بأصحابه، وإن كان تأخيرها إلى آخر وقتها أفضل، فإنه يقدم عليه الصلاة والسلام ما هو أرفق بأصحابه، فيصلي الصلوات في أول وقتها إلا العشاء، فإنه إن رآهم اجتمعوا صلى بهم رفقا بهم، وإذا رآهم تأخروا أخر. كان التأخير أحب إليه صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء خاصة. نعم. الصبح يصليها بغلس. الصبح يصليها بغلس يعني في أول وقتها. الغلس هو اختلاط الظلام مع الإسفار. نعم. وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة، يعني فرقا بينه وبين المغرب. صلاة العشاء الأولى هي المغرب، وصلاة العشاء الآخرة هي صلاة العشاء، وكان صلى الله عليه وسلم يؤخرها إذا كان الصحابة يرغبون تأخيرها، إذا رآهم عجلوا اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، وهذا أحب إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. نعم، كان يعجل صلاة العشاء رفقا بالناس، وإلا فتأخيرها أحب إليه صلى الله عليه وسلم. وأما أنه تحدث بعدها فيكره الحديث بعدها، فإذا صلى العشاء ينام من أجل أن يقوم من الليل ما تيسر في آخر الليل، ويكره الحديث يكره النوم قبلها يعني قبل العشاء، لأن هذا يثقل الإنسان عن صلاة العشاء. كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، إلا إذا عرض له صلى الله عليه وسلم عارض يقتضي أن يتحدث بعدها، كما إذا وفد إليه وفود أو اجتمع عنده أحد من أصحابه، فإنه صلى الله عليه وسلم يتحدث معهم لأجل المصلحة. نعم. وفي حديث ابن عباس: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع أهله بعد صلاة العشاء تطيبا لخاطرهم وتأنيسا لهم، فكان يتحدث معهم، كما في حديث ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، تحدث معها قبل أن يرقد. فهذا فيه جواز الحديث الإنسان مع أهله قبل النوم وبعد العشاء، وأنه لا يدخل في الحديث الذي يكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. عن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بعد العشاء كما سبق، يتحدث مع أهله، ويتحدث ثانيا في الأمور المهمة من أمور المسلمين. يسمر يعني يتحدث مع أبي بكر الصديق في شؤون المسلمين والمشكلات التي تعرض، يتحدث في حلها،
صلى الله عليه وسلم بعد العشاء. نعم. وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. نعم، الأعراب يسمون العشاء بالعتمة، يسمون العشاء بالعتمة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يجاروا الأعراب فيسمونها العتمة، بل يسمونها العشاء كما سماها الله بذلك في قوله سبحانه: من بعد صلاة العشاء، وتسمى بالعشاء ولا تسمى بالعتمة. وفيه كراهية ما عليه الأعراب من الأمور، وأن المسلم يتجنب ما كان عليه الأعراب أو عليه الأعاجم من الأمور حتى في الكلام والحديث. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من الفضل، يعني من الفضل العظيم، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يقرعوا يقترعوا تسابقون، فإذا جاءوا جميعا فإنهم يفرزون المستحق بالقرعة، والقرعة تسمى بالإسهام، فساهم فكان من الملحظين، يعني أقرع، وخرجت القرعة عليه عليه السلام فألقي في البحر والتقمه الحوت عليه الصلاة والسلام. فالإسهام هو القرعة، فلو تسابقوا إلى الصف الأول، كل يدعي أنه هو السابق ويكون في الصف الأول، فالذي يفرز بينهم هو القرعة، وهذا دليل على فضل الصف الأول، وفيه دليل على فضل النداء أيضا، النداء وهو الأذان فيه فضل عظيم. لو أن الناس تشاحوا أيهم الذي يؤذن فإنه يفرز بينهم بالقرعة، فمن خرجت له القرعة فإنه يؤذن، وهذا دليل على أن الأذان والصف الأول فيهما فضل عظيم، فالإنسان يبادر إلى الصف الأول وكذلك يحرص على أن يؤذن. نعم. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في التهجير، يعني صلاة الظهر في الهاجرة، يعني المبادرة إلى صلاة الظهر. نعم. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا إذا عجزوا عن المشي لما فيهما من الفضل. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الفضل والأجر، لأتوهما ولو حبوا إذا لم يقدروا على المشي. نعم. وعن عائشة قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمرطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. نعم، هذا الحديث فيه أولا جواز صلاة النساء مع يعني مع الجماعة، حضور جماعة الصلاة للعشاء، وكانت الصحابيات يحضرن صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تكون النساء خلف الرجال ولا يختلطن مع الرجال، وأيضا يكن متلفعات، يعني مغطيات رؤوسهن ووجوههن بمروطهن، والمرط هو نوع من أنواع الكساء، نوع من أنواع
الكساء، ففي هذا وجوب الحجاب على النساء، فلا يظهرن أيديهن أكفهن ولا يظهرن وجوههن عند الرجال، وإنما يتلفعن بمروطهن. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلابيب جمع جلباب، وهو الجلال الكبير، الجلال الكبير، ويسمى بالملاءة، ومثله العباءة التي تلبسها النساء لأجل الستر، فإنها تغطي وجهها أيضا، وهذا فيه دليل على أن ستر الوجه أنه أمر واجب للنساء. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني من وراء ساتر، إما بغطاء الوجه، وإما من وراء الباب، وإما من وراء الجدار. نعم. صلى الله عليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ هذا الوقت. هذا يزيد الهريش، أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى الدرس القادم إن شاء الله. السلام.